البارح تنفطر مع موظف مغربي عادي ولكن في منصب مهم جدا اللي هو منصب إعطاء الصفقات في قطاع عمومي يتحرك بالملايير وقطاع حساس يتعلق بأمن المغرب اقتصاديا وغذائيا بل الشريان ديال الحياة كله. قال لي من نهار وقع المغرب اتفاقية التطبيع ووقع برلمان العار قانون التبادل التجاري والثقافي ونحن يوميا نتعرض ومفرناس مسكين الان ارسلمون واحد النوع من التحرش المخيف وانه يجيوك شركات اسرائيليه ودقوا الباب ولا ما عطيتيهمش موعد يقول لك حنا مصيفطنا فلان وفرتلان واش بالصح ولا كذوب المهم تيخلعوك بالاسماء الوازنه في البلد وتيجيو عندك بلا حياه تيقولوا حنا اسرائيليين شركه اسرائيليه حنا مدعومين من فلان مشروكين مع فلان صيفطنا فلان مشجعنا فلان جابنا فلان عطينا الصفقه. اللي كنقول ليه ها انت شوف واش عندي في البيرو ها انت شوف عندي واحد الارموار فيها مدونه الصفقات المغربيه شوف شحال من مجلد اسيدي هذا قانون راه ماشي زباله ديال باك الكلب تجي له وتاخذ الصفقه انا ملزم بهذا الشيء. قلت لا لا شو كدير انا اللي خصنا ناخذ هذه الصفقه. انا دابا فتنا التطبيع وفتنا ضيعنا فلسطين وفتنا الصحراء الاولى تريح وباقي شي حد كيدوي على الصحراء لا في امريكا ولا في اسرائيل ولا هادو حتى المنافقين ديالنا حنا اللي طبقوا باقي شي واحد كيجي بالصحراء مع التطبيع كيدوي التطبيع بوحدو. باش قلت لكم والله ما نقرا ونسكت لان الحاله ديالي النفسيه مع هذا الشيء اللي انا ما ظنيتش نعيش تنشوف. انا ما ظننت ان اعيش حتى ارى المغرب في فم ضبوع النتين يفتكوا به والمغرب فرحان المغرب الرسمي على الاقل عجبو الحال. فهاد السيد تيشكي لي قال لي دابا انا مقيد بالقوانين تنتخبى وراء القوانين. قال لي ولكن القوانين راه فيها واحد ثغره خطيره قوانين خبزيه قوانين الحكامه انك كدير شروط للصفقه كدير دفتر التحملات وكدير يا سيدي مناقشه واذا راست المناقشه ترسو على الذي قدم الاقل. قال لي دابا انا ملي تلقاهم وما حشمانينش كيجيو كيعرفوا راه عندهم خبره كيعرفوا المتوسط هو واحد جوج المليون درهم كيديروا هما جوج ونص باغيين يديو الصفقه وباغيين يربحوا ما كيرحموش وما كرهوش المغربي زلطوا باباه في يومين ماشي في عامين. قال لي فدابا لحد الان قال لي تردهم شويه الدبلوماسيه وكنتخبى وراء القوانين وكنفتح الباب وكنزير كايت شارج دابا هذا اللي عرفوه يعاقبوه. قال لي وكنقاد هادشي كله وملي كنفتحوا قال لي الاظرفه كنلقاو عندهم في الغالب الثمن الغالي ما كنعطيهمش. قال لي ولكن انا قال لي مغربي مسلم وطني غيور محب لفلسطين قال لي الا فتحت الاظرفه ولقيت شركه اسرائيليه عندها الثمن المناسب بالزمن اللي غنعطيها. قال لي وقبل هذا راه قديم راه قريب يتقاعد دابا. قال لي قبل كنا كنسدوا عليهم ما كنقبلوش انهم يسلمونا المظروف كنقول لهم القانون المغربي يمنع التعامل مع اسرائيل. ولكن لما انكشفنا انكشفنا بفعل ايدي بفعلنا حنا اللي درنا بيدينا. لما انكشفنا الان ما بقاش خالد مشعل ولا اسماعيل هنيه الا كان مسؤول في المغرب في واحد الاداره عموميه مكلف باداره الصفقات ما يقدرش يمنع دوله شركه اسرائيليه. فانا هذا الرجل هذا البارح حرم علي الفطور صافي قلبي تسد لانه كنغمض عليه وكنتخيل في الاداره المغربيه شحال عندنا من واحد بحال هذا 5% 10% والاخرين فيهم اللي غيطمع وكيجي وقال لي كيجيو بالرشوه كيتكلموا معك طاي طاي شنو بغيتي اش حبيتي كيخلعوك بزاف الحوايج كيخلعوك بان راه معاهم الناس الفوق وكيغريوك بالفلوس. اذا كاين اللي غتغري الرشوه وكاينين الناس مع العاطفه المغاربه تيخافوا كاين اللي ما غايشد رشوه ولا باكور هندي ولا عنده مع التطبيع ولا حتى حاجه ولكن صيفطني فلان كيخاف يقول لي زيد يا سيدي وخاصة إذا كان الإنسان حريص على منصبه ويخاف يديغراديه ولا يحيدوا ليه المسؤولية ولا يحيدوا ليه التعويض على المسؤولية ولا يحيدوا ليه السيارة ولا يحيدوا ليه الدار ولا يحيدوا ليه الامتيازات ويردوا موظف عادي ولا مهندس عادي ولا محاسب عادي. إذا الناس من اللي جاوا للمغرب ولا حولين ديك الورقة بحال ذاك الثوب الأحمر للثور كدير ليه بحال ملي قرب تذبحوا
مصارعه التيران عندك الورقه ديال الصحراء اللي حوالينا حتى يدخلوا دخلوا دابا القانون داس البرلمان الذين عرضوا راه عرفتهم شكون واحد القله والذين ناقشوا واحد القله والباقي هاد هللوا له وطبلوا وصفقوا دوزوه وهو من مخازي هاد الحكومه هذه وهو يفتح الباب على مصراعيه لاسرائيل ان تدخل في السوق المغربيه بجميع الوسائل وكل الاشكال والطرق القانونيه ومن وراها غير القانونيه.